والله بص، المهرجان اكتر من رائع على مستوى التنظيم وعلى وفنيا هو من اكتر المهرجانات الثقيله. بص مستوى لجنه التحكيم، مستوى الافلام المتقدمه في المسابقه، مستوى الضيوف، فاحنا سعداء جدا بالتواجد ده، وسعداء جدا بتكريم الاستاذ عادل امام. كان حدث تاريخي تكريم الاستاذ عادل امام، 10 دقائق تقريبا من التصفيق المتواصل بستاندنج اوفيشن، يمكن يكون اكتر تكريم كان فيه حراره على مدار ال 14 سنه لمهرجان مراكش. ده شرف كبير جدا لينا كمصريين وكسينمائيين مصريين وفنانين مصريين. بص، الجمهور المغربي عاشق للسينما المصري، وانت في المغرب بتحس ان انت اكنك في مصر بالظبط من كم الحراره اللي بتلاقيها من الشعب المغربي. واحنا مشتاقين لعرض الفيلم على الجمهور المغربي واستقباله ليه، وان شاء الله بعد كده يجي بمرحله عرض تجاري ان شاء الله للفيلم في السوق المغربي باذن الله.